السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. المخدرات إرهاب صامت يدق ناقوس الخطر والعيون تترقب الحدود. الإتجار بالأعضاء البشرية، إمبراطورية المال السرية، مؤشرات التنامي والتمدد. حياكم الله. فإن المخدرات والتي تعد بمثابة إرهاب صامت ومركب ومعركة بلا دماء، همها الأول جمع المال وتدمير الإنسان. لا زالت هذه المعركة دائرة ضحاياها تتسع على امتداد البقعة الجغرافية في العراق. إحصائيات التعاطي والترويج توجب الوقفة المطولة والجادة وقراءة حيثيات وأسباب هذا التمدد لإيجاد حلول جوهرية لهذه المشكلة المتأصلة، تبدأ من ضبط الحدود، وهنا تتصل بمصطلحات الشفاء ودور الإعلام والمنظمات باعتبارهم شركاء أساس، وانتهاء بتغليظ العقوبات القانونية اللي تحجم من هذا الاتساع وتضيق الخناق على مسارات التوريد والتعاطي للسم والأبيض. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا في هذه الليلة، يتصل بمساحات الاستثمار الجائر بالإنسان. فإن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية لا تزال مؤشراتها آخذة بالانتشار، وتوقع في شباكها الفقراء ومن قست عليهم الظروف المعيشية والاقتصادية ولم تمنحهم فرصة التفكير ببدائل إصلاح الحال. سماسرة وتجار وطرق مغرية وحدود دولية يحاول القانون العراقي أن يفهم نشاط نطاقها ويجاري هذه السرية والتحايل على النصوص الرسمية اللي رسمت خطوط التبرع بالأعضاء البشرية. هذين ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا المتخصصين في هذين الشأنين. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحباب، هاي الحلقة من حصاد الأيام، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، العقيل بلال صبحي مدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات، وكذلك الدكتور أحمد العبادي مقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك سيادة العقيد في الحديث عن مسألة المخدرات في العراق. بالتالي يبدأ الأمر بضبط الحدود، التعاون الإقليمي لمحاصرة عصابات المتاجرة والتوريد خاصة مع سوريا، وكان هذا الملف هو الأسخن في لقاء دولة رئيس الوزراء في دمشق. نعم طبعا، بالبداية مساء الخير عليكم ومساء الخير على جميع المشاهدين. المخدرات طبعا يحتل ملف المخدرات الأولوية القصوى لدى الحكومة ولدى وزارة الداخلية. المخدرات هي أخطر من الإرهاب، وتحت الجرائم المخدرات المراتب الأولى بين أكثر أنواع الجرائم المخدرة انتشارا على مستوى العالم، يعني تنتشر في أغلب دول العالم. احنا كمديرية عامة لمكافحة المخدرات طبعا نعمل استنادا لمواجهة بقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، نمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن أساليب وطرق ومناطق دخول هذه المواد وما هي أكثر المواد انتشارا بالعراق. نملك إحصائيات متكاملة، الفئة المستهدفة هم فئة الشباب، الأعمار المستهدفة هم الأعمار من عمر 17-18 إلى عمر 30-35 سنة، هي هاي الأعمار المستهدفة. هناك عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الحالية واتخذتها وزارة الداخلية من أجل رفع مستوى وأداء المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومن أبرزها طبعا هي رفع مستوى أقسام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كافة المحافظات إلى مستوى مديريات
الاتحادات وربطها بالمديرية العامة، بعدين كانت ترتبط هذه الأقسام فنيا بالمديرية وإداريا بقيادات الشرطة، ربطها بوكالة الاستخبارات، توفير الدعم المادي من خلال تخصيص مليار دينار شهريا لغرض إنشاء مستشفيات قصرية أو مراكز لإيواء واستيعاب المتعاطين، وكذلك دعم المصادر والمتعاونين، إجراء الفحص العشوائي لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، هناك لجان مختصة لهذا الغرض، وتم فحص أكثر من 16,000 ضابط ومنتسب وموظف مدني في وزارة الداخلية، إنشاء غرفة عمليات مشتركة، وقد شكلت لجنة بأمر ديواني برأس السيد وزير الداخلية وعضوية هيئة المنافذ الحدودية، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الصحة، هدفها توحيد الجهد الاستخباري، عقد مؤتمر محلي ومؤتمر دولي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في دول الجوار، وكذلك جمهورية مصر العربية ومكتب العربي لشؤون المخدرات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وآخرها كان توجيه السيد رئيس الوزراء بربط مديرية مكافحة المخدرات بالسيد وزير الداخلية وفك ارتباطها عن وكالة الاستخبارات، وذلك لزيادة الدعم الفني والإداري وسرعة اتخاذ القرار. فهناك عدة إجراءات اتخذها الحكومة، وأيضا ضبط الحدود، هناك إجراءات من قبل هيئة المنافذ الحدودية، هناك إجراءات من قبل وزارة الصحة، فعمليات مستمرة، تم إلقاء القبض على آلاف من التجار والمروجين والمتعاطين نظرا لهذه الإجراءات، تم تفكيك العديد من الشبكات مو فقط المحلية وإنما حتى الدولية، وكان المواطنين حقيقة دور مهم في إلقاء القبض على العديد من المتهمين عن طريق الاتصال بالخط الساخن المديرية العامة لمكافحة المخدرات المرقم 178، هذا خط مجاني يعمل في كافة محافظات العراق من أجل التبليغ والتخلص من هذه العصابات. مجددا حياك الله دكتور أحمد العبادي، ويتفضل سيد العقيل بلال صبحي عن هذه التفاصيل. وهنا أسأل حضرتك لما أشار إليه من اللجنة اللي شكلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية، يا ريت تحدثنا عن مدى أهمية هذا التواصل اللي هدف تحجيم هذه الظاهرة والقضاء عليها. يعني هل نحن بحاجة لهذه التشكيلات، تشكيلات جديدة أقصد، أم أننا بحاجة لآليات فاعلة ومستدامة؟ تحية طيبة للمشاهدين الكرام وللضيف العقيد بلال صبحي ولقناتكم العزيزة، شكر خاص لتسليطها الضوء دائما وأبدا وبصورة مستمرة على هذا الملف المهم. حقيقة ظاهرة انتشار المخدرات هي ظاهرة بدأت تدق ناقوس الخطر، بدأت تهدد جميع فئات المجتمع، مثل ما بين سيادة العقيد أنه فئة الشباب هي أكثر فئة مستهدفة. حقيقة أنه عملية تضافر الجهود، الآن نحن بحاجة لكل الجهود، لكل الجهات، البرلمان متواصلين بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية تدفع بالملف إلى أمام. إحنا عندنا خطط مستمرة مثل ما بيّن معالي وزير الصحة، أنه غرفة العمليات هي دائمة الانعقاد، نحن نوضع الخطط ونطبق الخطط ونتابع تطبيقها ونتائجها، وحقيقة التحليلات والتقارير ترفع بصورة مباشرة إلى معالي وزير الصحة ومنه إلى دولة رئيس الوزراء. هناك اهتمام كبير توليه الرئاسات الثلاثة، مجلس القضاء بتنسيق دائم معنا ومشترك في جميع فعالياتنا، في عملية إتلاف المواد المخدرة المضبوطة، في تجديد العقوبات، في عملية التعديلات اللي نحتاجها على قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017. المرجعيات الدينية دائما توجيهاتها توصلنا وتشدد على إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى. هذا ملف ظاهرة انتشار المخدرات هو يمثل صفحة جديدة من صفحات استهداف الشعب العراقي، بعد أن انتصر الشعب العراقي على صفحة الإرهاب، على صفحة داعش، الآن هذه الصفحة الجديدة. نطالب بتوحيد الجهود لكل الجهات لهم دور في هذا الملف، وزارة التربية، وزارة التعليم، الأوقاف الدينية جميعها مطالبة أن تقف مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية في بذل الجهود وتكثيفها ومضاعفتها للحد من انتشار هذه الظاهرة.
طيب سيادة العقيد، الحد من انتشار هذه الظاهرة يعني شلون راح يتم بهكذا ظروف؟ هل نحن بحاجة لإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات؟ الكثير تحدث أن العقوبة، عقوبة التعاطي الحالية هي غير رادعة، وإذا ما ذهبنا إلى ما يذهب إليه البعض بأنه هنالك إجراءات تجعل من المتعاطي، يقوم بها محامون، تجعل من التاجر متعاطي وتخفف عنه العقوبة. نعم طبعا هناك عدة إجراءات، هناك لجنة مختصة بتعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، ولكن ضمن المواد القانونية يعني قانون المخدرات يحتوي على 51 مادة قانونية، ضمن المواد العقابية المادة 27 توصل للإعدام في حالة الزراعة والصناعة والاستيراد والتصدير، يعني فيما يخص التجارة الدولية يوصل للسجن المؤبد أو الإعدام، فيما يخص التجارة المحلية ووفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، يعني القانون ما حدد الكمية اللي يعتبر هذا الشخص تاجر أو متعاطي، يعني أي شخص يبيع من هذه المواد بغض النظر عن الكمية ينحكم وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات، وكذلك كل من أعد أو أدار أو هيئ مكان للتعاطي، وكل من أغوى حدث أو شجع زوجة يحكم وفق أحكام المادة 28 التي تشمل التاجر والناقل والمروج للمواد المخدرة. أما فيما يخص المتعاطين فنظرة القانون، نظرة وزارة الصحة أن المتعاطي هو مريض وليس مجرم، ولكن في حالة إلقاء القبض على المتعاطي من قبل قواتنا الأمنية يتم حالته وفق أحكام المادة 32 من قانون المخدرات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد عن 10 ملايين. بس القانون أعطى فرصة من خلال المادة 40 من قانون المخدرات، كل من تورط أو استدرج في تعاطي هذه المواد التي نصت على أنه لا تقام أي دعوة جزائية على كل من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة بعلاج المتعاطي، يعني أي شخص تورط أو استدرج بالتعاطي يقدر يروح يتعالج، وبهاي اللحظة لا تقام أي دعوة جزائية عليه. يعني لما المتعاطي يكون مريض سيادة العقيد، هل يعرف المتعاطون بهذه الفقرة؟ يعني أصبحوا ضالعين بالقوانين؟ التاجر يعرف بأنه هنالك تخفيف لعقوبته عندما يكون متعاطي؟ نعم طبعا مجال التوعية كلش مهم، مثل ما قامت ندوة من قبل لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان العراقي عن الإعلام ودوره في مكافحة المخدرات، فأكيد قلة التوعية عن آثار ومخاطر هذه المواد المخدرة وكذلك المواد العقابية يساهم في انتشار المواد المخدرة. فحقيقة مو فقط دور وزارة الداخلية، يجب أن الجميع يشترك في محاربة جرائم المخدرات، دور الأسرة مهم في متابعة وتوعية أبنائها، دور المدرسة، دور الجامعة، دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، دور الإعلام أكيد مهم لغرض توعية المواطنين عن مخاطر هذه المواد. الجميع يجب أن يشترك في محاربة جرائم المخدرات. احنا حقيقة ما يهمنا أنه هؤلاء الآلاف من شبابنا اللي يتم إلقاء القبض عليهم، يجب أن يتم تثقيف وتحصين المجتمع عن مخاطر هذه المواد المخدرة، فالجميع يجب أن يشترك في محاربتها. طيب. سيادة دكتور أحمد، يعني النسب الأكبر من المتعاطين تتركز ضمن حدود أي فئات عمرية؟ وحضرتك متخصص بهذا الجانب، المسوحات الميدانية ماذا تبين بهذا الصدد؟ حقيقة بين معالي وزير الصحة في أكثر من مناسبة أنه مشكلة المخدرات هي مشكلة كانت موجودة قبل 2003 لكن تزايدت بعد 2003 وبمختلف المواد المخدرة، يمكن تمثيلها هي كجبل الجليد. حقيقة أنه هناك مؤشرات مقلقة في العراق بدأت تظهر، هي من زيادة أنه عدد الموقوفين على ذمة قضايا المخدرات، إضافة إلى ازدياد كميات المواد المضبوطة
المخدرة من قبل الأجهزة الأمنية، وكذلك زيادة أعداد المراجعين للعلاج في مؤسسات وزارة الصحة. إحنا كمراجعين في العام 2022 عالجنا ما يزيد عن 4600، في عام 21، في العام 22 ازداد العدد بلغ 6600 مراجع بالنسبة للمتعاطين. حقيقة كان إن توصيات بلقائنا الأخير مع دولة رئيس الوزراء كانت التوصيات واضحة وقوية ورصينة، أهمها كان بناء مراكز لعلاج وتأهيل المتعاطين في جميع المحافظات. وجه دولة رئيس الوزراء أن تبدأ المرحلة ابتداء بافتتاح 5 مراكز تكون متطورة ومتقدمة، وسعة كل مركز 100 سرير تكون في مختلف المحافظات العراقية. احنا افتتحنا خلال الشهرين اللي مضت مركز كبير يعد من اكبر مراكز علاج المتعاطين في الشرق الاوسط، هو مركز القناة للتأهيل الاجتماعي بسعة 100 سرير. الخطة ان شاء الله ماضية، عندنا ان شاء الله في الديوانية عندنا مستشفى الحياة في البصرة، افتتحنا في الانبار ايضا مركز، تجري الان استعدادات واصلة الى مرحلة نهائية لافتتاح مركز في محافظة كركوك. ان شاء الله الخطوات على قدم وساق، وان شاء الله نغطي هذه الازدياد في اعداد المتعاطين والمراجعين. سيادة العقيدة، تفضل دكتور احمد العبادي بخارطة المراكز الخاصة بتأهيل المتعاطين. طيب، مراكز الشفاء وعلاج المتعاطين من وجهة نظرك هل هي كافية لإعادة التأهيل، ام نحن بحاجة للمزيد من هذه المصحات، وهل نمتلك يعني قاعدة بيانات بشبكات تجارة المخدرات؟ نعم طبعا، اكيد احنا كاجراءاتنا كمديرية عامة كوزارة الداخلية مثل ما اشرت انه نمتلك قاعدة بيانات، عندنا مو فقط اسماء التجار المحليين وانما حتى اسماء التجار الدوليين، تم تفكيك العديد من الشبكات، هناك تعاون مع دول الجوار، فهناك عمليات كبيرة واخرها تم ضبط معمل لصناعة حبوب الكبتاجون، وكانت هذه محاولة لصناعة هذه المواد المخدرة داخل البلد نظرا للعمليات الكبيرة التي تقوم بها قواتنا الأمنية على الأرض، وكذلك من مسك الشريط الحدودي. هناك عمليات كبيرة طبعا كلها ضمن توجيهات السيد وزير الداخلية، فيجب أن قلنا احنا نقوم بعمل ضمن جانبين، الجانب الأول هو الجانب الأمني، أما الجانب الثاني هو الجانب التوعوي وهو الجانب المهم. فإحنا نريد من شبابنا ذولي يتعالجون، هناك الكثير من الشباب يحاولون يلتجئون إلى وزارة الصحة، فنحتاج دعم لوزارة الصحة لغرض إنشاء مراكز أو مستشفيات أكبر وأوسع. وكانت توجيهات السيد الوزير للمديرية العامة بإنشاء مستشفيات قصرية أو مراكز لإيواء واستيعاب المتعاطين، إحنا كوزارة الداخلية لغرض يتم فصل التاجر عن المتعاطي. كان في الفترات السابقة لقلة المواقف والاكتظاظ الأعداد هناك اختلاط بين التاجر والمروج والمتعاطي في بعض المواقف، وكانت توجيهات السيد الوزير بإنشاء هذه المراكز التعاون مع وزارة الدفاع لغرض تخصيص معسكرات لغرض جعلها كمراكز لإيواء واستيعاب المتعاطين. فنحتاج أكيد مستشفيات أكبر وأوسع في كل محافظات العراق. طيب، هناك نشاط إلكتروني دكتور أحمد، يعني هذا النشاط يعني يستخدم للترويج لهذه السموم، كيف تجاري مديرية المخدرات مثل هذه الانتقالة وتضبط هذا النشاط عبر المنصات الاجتماعية، وأيضا ليس فقط المديرية وإنما حتى الجهات الساندة والفاعلة في هذا المجال؟ احنا حقيقة بصورة أساسية تلخيص يعني للمشكلة الرئيسية هو انه تقليل العرض والطلب. تقليل العرض يتم من خلال جهود الأجهزة الأمنية، اما الطلب أن يكون من خلال التوعية وإعادة دمج المتعاطي في المجتمع، وهناك دور كبير لوزارة الصحة في هذا المجال. احنا دائما نركز ونؤكد على انه الوقاية من المخدرات تتم بتطبيق عدة أمور، من ضمنها تقليل أو منع توفير هذه المواد المخدرة، بضبط المتاجرة بها، تقنينها ومراقبة الصرف، زيادة الضرائب، السيطرة على المنافذ الحدودية، إدخال التكنولوجيا في الكشف عن المخدرات، كذلك تفعيل القوانين
التوعية، الرقابة كلش مهمة، الرقابة الحكومية والمجتمعية من خلال المدارس، الجامعات، مراقبة الكافيهات، كذلك توفير، وهذا شيء كلش مهم، انه توفير بدائل صحية لقضاء وقت الشباب، حل المشاكل الاجتماعية وخصوصا البطالة. مؤمنين تماما انه راح تلقي بدورها وظلالها الإيجابي للحد من هذه الظاهرة. القائد العام للقوات المسلحة سيادة العقيد ربط مديرية شؤون المخدرات بوزير الداخلية مباشرة وفك ارتباطها من وكالة الاستخبارات والتحقيقات. هنا نتحدث لأي درجة راح يسهم هذا الموضوع في زيادة الدعم الفني والإداري لهذه المديرية، وأيضا سرعة اتخاذ القرارات وسهولة التواصل مع الجهات الداعمة؟ نعم طبعا، أكيد هاي عدة إجراءات اتخذتها الحكومة واتخذتها وزارة الداخلية من أجل رفع مستوى وأداء المديرية العامة لمكافحة المخدرات. هناك دعم من قبل السيد وزير الداخلية، من قبل السيد رئيس الوزراء للمديرية العامة، بل حتى هناك لجنة ترفع مستوى هذه المديرية إلى حتى مستوى هيئة أو وكالة، وذلك لخطورة آفة المخدرات على المجتمع العراقي وفئة الشباب خاصة. فهناك عدة إجراءات اتخذها من أجل محاربة جرائم المخدرات والقبض على مرتكبيها وزيادة الوعي عند المواطنين عن مخاطر هذه الآفة. فهناك توجه لدعم هذه المديرية العامة في مكافحة آفة المخدرات. طيب دكتور أحمد، يعني إلى أي مدى راح يسهم هذا الدعم المقدم للجهات العاملة في هذا المجال، سواء المديرية اللي ترتبط بوزير الداخلية والجهات الساندة المخصصة؟ بالتالي احنا أمام أزمة حقيقية، وهذه الأزمة آخذة بالتفاقم. صحيح نشيد بدور الجهات المعنية، ولكن بالمقابل الازدياد الواضح في أعداد التجار، حتى إذا أخذنا معيار أنه كميات التي تضبط، يعني كميات جدا كبيرة، بالتالي هل نحن نستطيع المضي في هذا الملف، تحجيمه، القضاء عليه؟ طبعا أحب أبين أن مشكلة المخدرات هي ليست في العراق فقط وليست متعلقة بالعراق، جميع الدول تعاني، الدول المجاورة للعراق تعاني من مشكلة المخدرات. مشكلة المخدرات آخذة في التزايد في دول العالم أجمع اعتيادي. احنا الان نحاول انه نقلل الاجراءات الروتينيه، تكون اجراءاتنا انه مباشره وصارمه وقويه ورصينه ايضا. هذه الاجراءات كلها تصب حقيقه في خانه ازدياد الجهود، ما ترونه من ازدياد اعداد الموقوفين، ازدياد كميات المواد المضبوطة. هذه لو نرجع نترجمها هي هذه تعبر عن زيادة لجهود القوات الأمنية اللي مسؤولة عن هذا الملف. حقيقة لا تخفى على حضراتكم مدى التضحيات اللي قدمتها الأجهزة الأمنية. أجهزتنا الصحية الآن مضطلعة بدور أساسي، عندنا توصيات وعندنا خطط من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، من خلال تزويدهم بأجهزة الكشف الحديثة، طائرات مسيرة، الكلاب البوليسية، كذلك تجديد إجراءات المنافذ الحدودية وإكمال مشروع تأمين الحدود، كذلك التأكيد على دور وزارة التربية والتعليم العالي بالاطلاع بالدور التوعوي من خلال مناهجها وتركيزهم حول المخدرات ومخاطر إدمانها، كذلك التواصل مع القضاء من أجل تجديد العقوبات، إيجاد حقيقة أيضا وفتح وتوسيع باب المكافآت. لحد الآن هذا ما مفعل، أنه باب مكافآت أنه الضبطيات، وهذه مادة موجودة بالقانون. جميع الجهود الآن منصبة لتحجيم هذه الظاهرة، لا نعد أنه بالقضاء عليها تماما، ولكن نعد أنه راح نحجمها ونبذل جميع جهودنا في هذا المجال. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد العبادي، مقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك السيد العقيد بلال صبحي مدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات، ضيوفا أكارم في الاستوديو انضممتوا إلينا. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، ونتواصل إياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحباء بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور علي التميمي الخبير القانوني ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله دكتور. الله يحييك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. حياكم الله دكتور. وكذلك أرحب بضيف الكريم الأستاذ محمد السلامي رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، ضيوفنا أكارم. دكتور أبدأ مع حضرتك، نتحدث عن القانون العراقي اللي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، قبالة ذلك يكون هنالك إتجار بالبشر، تجارة بالأعضاء البشرية. صحيح. لكن هذا الموضوع الثاني ينتج عمن يلتف على الحدود القانونية، عندنا ثغرات بالقانون يجب أن نسدها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي العزيز أستاذ أحمد وضيفك الكريم، سادة المشاهدين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا بالتأكيد هناك قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة 2016، وهناك قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012. كل قانون من هذه القوانين له خصوصية وله امتيازات. حضرتك تسأل عن قانون يعني محاربة مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية رقم 11 لعام 2016. هذا القانون طبعا أجاز التبرع، وأجاز أيضا التبرع في الحياة، وأيضا الوصية في يعني ما بعد الموت بالنسبة للأعضاء البشرية، انطلاقا من الآية القرآنية: من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا الاتجار بالأعضاء البشرية عقوبته القانونية تتراوح ما بين السجن 7 سنوات إلى المؤبد في حالة الموت، وفي حالة يعني انتزاع الأعضاء البشرية بالإكراه كما ينص هذا القانون رقم 11، وغرامات أستاذ أحمد تتراوح ما بين 5 مليون إلى 40 مليون. أوجب هذا القانون زراعة الأعضاء البشرية أن تكون هناك لجنة في وزارة الصحة يرأسها الأستاذ وزير الصحة، وهناك لجان فرعية في الكرخ في الرصافة، أيضا هناك أيضا لجان تحقيقية في المحافظات تتابع هذا الموضوع. هذا بشكل مختصر قانون زراعة الأعضاء البشرية، اللي هو يختلف كما قلنا عن يعني المكافحة الاتجار بالبشر رقم 28، يعني كل واحد له خصوصية. بالنسبة لزراعة الأعضاء البشرية، صعوبة الوصول إلى المجرمين. ليش أستاذ أحمد؟ لأنه في العادة يعتمد على وسطاء، يعتمد على سماسرة، يعني يحتاج هنا جهد التحريات كما في القاهرة إلى الاستخبارات حتى تصل، لأن أنت ظاهر الأمر أنه هو تبرع، يعني يتبرع بكلية مثلا، ولكن هو في حقيقة الأمر يخفي، قد يكون بيع مقابل أموال. هذا الوصول يعني صعوبة الوصول للجريمة سواء كانت تجار بأعضاء بشرية، تجار بالبشر صعب. مثلا تجار بالبشر يعني مجموعة من الأشخاص يسافرون إلى بلد آخر لغرض العمل، لكن هو في الخفاء هو تجار بالبشر، يعني إخراج نساء مثلا، أو مثلا تجنيد صغار في الأسواق في هذا العمل التسولي اللي هو ما نص عليه، ما عالج القانون للأسف. الاتجار بالبشر يعني أكو ثغرات حضرتك تقول لما ما عالج القانون، ثغرات كثيرة يعني مليئة. بالتالي إذا ناقشنا هذا الموضوع من ناحية اجتماعية مجددا، حياك الله أستاذ محمد السلامي، الواقع المعيشي والاقتصادي السيء للكثير من العوائل العراقية خاصة في مراحل زمنية سابقة ومتعددة وأيضا حالية، هل كان السبب الرئيسي استفحال هذه الظاهرة؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي للأستاذنا علي التميمي والمشاهدين. طبعا هذا موضوع التجار بالأعضاء البشرية أو بالأشخاص بشكل عام. نعم. هو له علاقة بالوضع أيضا حتى النقل بالعالم، زيادة النقل، زيادة إمكانيات السفر وإلى آخره، بحيث هذه الإمكانية أيضا أصبحت لها علاقة بالاتجار بالبشر أو زادت بقضية يعني التجار بالأشخاص. أما موضوع الوضع الاجتماعي، من المؤكد أن العراق يعاني منذ 1980 بالحروب، وأدت إلى الكثير من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك
النفسية أيضا والعصبية، فكل هذه أدت إلى تراكم عبر هذه السنوات. وحتى بعد التغيير نجد أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن كثيرا بشكل واسع جدا، بحيث نجد العشوائيات ونجد البطالة إلى آخره. فلذلك هذه انعكست على الكثير من الوضع الحقوقي للفئات العمرية، إذا كان بما يخص الشباب، إذا كان ما يخص المعوقين، إذا كان ما يخص الكبار. كل هذه أدت إلى زيادة في الضغوط على هؤلاء المحتاجين نتيجة الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية، بحيث تكون إمكانية متاجرة أو سهلت عملية المتاجرة وتجنيد ونقل وأيضا ضغوط. وكل هذه أدت إلى احتياجات، وعندما تكون الاحتياجات كبيرة للفرد أو لمجموعة، يعني فئة المعوقين، فئة الشباب العاطل عن العمل، لا يجد عملا، كل هذه إمكانية تكون للتجار السيئين الذين يخالفون القانون باستغلال هذه الحاجة وهذا الوضع الذي يعيشونه، من أجل أن يستفيدون تجاريا، إذا كان بنقل خارج البلد أو بالتجارة بالأعضاء البشرية أو بأمور أخرى بالدعارة وغير ذلك. فلذلك نجد أن هذا الوضع فعلا، الوضع الاجتماعي الاقتصادي، هو أيضا عامل مهم أدى إلى زيادة في أعداد المضغوط عليهم والمحتاجين في هذا المجتمع الذي لم يستقر منذ، كما قلت، من 1980 بالحروب أو ما بعد التغييرات التي جاء داعش والحروب الأهلية وأيضا ما قبلها القاعدة. حتى السياسة دخلت في هذا الموضوع دكتور علي، يعني لما تشتد مؤشرات تنامي هاي الظاهرة في إقليم كردستان، حتى من يتم الاتفاق معه في الوسط أو الجنوب على بيع أحد أعضاء جسمه تتم العملية الجراحية في الإقليم، شنو القصة؟ هو أستاذ أحمد، يعني أهم سبب من أسباب ارتكاب الجريمة هو الفقر، هو الحاجة كما أشار الأستاذ المحترم أستاذ السلامي. طبعا الجريمة يعني ترتكب عادة تحت يافطة الحاجة، لهذا الإمام علي عليه السلام يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وأيضا يعني لا أستغرب أنه من لم يجد قوت يومه أن يخرج شاهرا سيفه ويقطع الطريق، يعني يرتكب جريمة. فالأهم سبب من أسباب ارتكاب هذا النوع من الجرائم، سواء كان الاتجار بالأعضاء البشرية أو الاتجار بالبشر، هو الحاجة، الفقر. أبدا يعني لا تتصور أستاذ أحمد أنه هذه الجريمة ترتكب في سبب آخر، أو أحيانا ترتكب بالنسبة للاتجار بالبشر بالخداع. يعني قرأت قبل فترة تقرير أستاذ أحمد أنه مجموعة من النساء رحلوا إلى أحدى الدول، ويعني كان عمل، يعني هن عقد عمل والعقد ينص على عمل، وتفاجأوا في تلك الدولة أنه هي تجارة تعرف النساء يعني تدخل في أمور أخرى، فتجارة بالبشر. هذا الخداع أيضا قد يكون يعني في مسائل مثلا التسول. المشكلة أستاذ أحمد، قانون الاتجار بالبشر هاي نقطة كبيرة جدا لم ينص عليها، لم يعالج لنا هاي المشكلة، رغم هو يعني أوجب، طبعا هاي اتفاقية دولية، هو ترجم الاتفاقية الدولية مكافحة الاتجار بالبشر، ترجمها في القانون العراقي. نقطة مهمة هي التسول أستاذ أحمد. التسول أنت عندك جيوش من المتسولين الصغار، هاي ما يحتاج أني أقول لك ودليل، أنت عايش بالمجتمع وتشوف السوق. هذا الاتجار بالبشر ذولا تجنيد هؤلاء الصغار، تجنيد هؤلاء الصغار، وخصوصا هم غير بالغين، أنت دا تقتلهم، أنت دا تقتل، لأنه في علم النفس الجنائي يعني تركيبة الشخصية تبتدئ من 5 إلى 15 سنة، أنت عندما تستخدمه في تسول والسوق أسوأ الأماكن، حديث نبوي
يا استاذ احمد افضل الاماكن الجوامع واسواها الاسواق. اسواق. فلهذا انت عندما تضع هنا انت تتاجر به، تتاجر لو ما تاجر هو ليس عاقل، ليس بالغ، لا يمتلك امر. وزاره الداخليه دكتور يعني لربما درست هذه الحيثيات وما نتج من قرارها تحتاج معالجه، تحتاج تعديل. نعم. يا استاذ احمد هذه المعالجات اللي يشير لها الدكتور التميمي ما حدث او القرار الصادر عن وزاره الداخليه استاذ محمد السلامي اللي نعم. اسست مديريه مكافحه الاتجار بالبشر وربطتها في مديرية مكافحة الإجرام ووكالة الاستخبارات، ما مدى إسهام هذا الموضوع في إتاحة الفرصة للعمل الاستخباري والتقصي واستخدام الإمكانات الفنية والتقنية؟ نعم طبعا أنا أعتقد أنه موضوع الاستخبارات هو موضوع لاحق على الجريمة أو يحاول أن يعرف إلى مدى تبدأ جريمة، هل وقعت هل بالشروع أو باكتمال عناصرها. فالمشكلة دائما عندما تكون هنالك حاجة مجتمعية أو نفسية اقتصادية أو غيرها نجد أن موضوع الاستخبارات يكون أقل تأثيرا، لأنه المجتمع مترابط ولدينا الكثير من القيم الاجتماعية تزيد في هذا الترابط. ولكن كما قلت أن خلال الفترة يعني تقريبا 40 سنة نحن ما زلنا لم نستقر، يعني المجتمع لم يستقر لأسباب عديدة. وعندما جاءت الكثير من الخطط الانفجارية أيضا لم تحقق الإمكانيات للعائلة العراقية، للفرد العراقي، للمتخرجين، لأصحاب الشهادات الإمكانية في أن تستقر أوضاعهم الاقتصادية بشكل عام. ولذلك أن الجريمة قد تقع، ولا ننسى أنه هنالك جريمة أخرى على الفرد يقوم بها على نفسه وهي الانتحار بنفس الأسباب. يعني ليس فقط أنه التجار هم الذين يستفيدون، بعض الأحيان ينهي الإنسان حياته، الشاب ينهي حياته لأنه حاجة، وهذه الحاجة لا يستطيع تلبيتها في مجتمع انفتح انفتاح كبير جدا في الجوانب العلمية، في جوانب الاتصالات، في النماذج الأخرى من المجتمعات التي أقل إمكانيات مالية استطاعت أن تصل إلى مستويات جيدة في الاستقرار النفسي الاجتماعي الاقتصادي إلى حد الرفاه العام بشكل لا نسبي بالتأكيد. فيجد أن هذا الشاب يجد نفسه لا يستطيع أن يلبي حتى حاجته الدنيا، فلذلك قد يستغله شخص أو مجموعة وهي جريمة ضمن الجريمة المنظمة إذا كانت هنالك مجموعات تستفيد من هذا الوضع. لا. وتعرف أن الموضوع أصبح حتى الأمم المتحدة تهتم بهذه القضية، وهي عن طريق يعني الجرائم عابرة للوطنية. نعم. يعني عابرة. هذه نقطة جدا مفصلية، وأيضا نرجع للقانون دكتور علي ما يشير له الأستاذ محمد السلامي باعتبار أن هذه الجريمة عابرة للحدود الدولية، هل العراق مطالب بزيادة تنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي؟ حاليا حجم التواصل مقبول أم دون المستوى من وجهة نظرك؟ هل هذا التفاعل مع هذا المجتمع الدولي والإقليمي هل راح يحد من هذه الظاهرة؟ هو الأستاذ محمد أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، هي ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. طبعا يعني تعرف حضرتك أستاذ أحمد أنه الأغلب القوانين الداخلية هي ترجمة للاتفاقيات الدولية، يعني قانون مكافحة الإتجار بالبشر هو ترجمة لاتفاقية دولية. هذه الاتفاقية منعت الاتجار بالبشر، الإيواء، عاقبة الشركاء، المساعدين، الممولين، المحرضين، حتى الشخصية المعنوية اللي هي المؤسسات، الدوائر إذا كانت ضالعة وحسنا
فعلت الاتفاقية، لأنه قد تكون هذه الجرائم تخفي مؤسسات أو شخصيات معنوية. أيضا هذه الاتفاقية الدولية المكافحة الاتجار بالبشر نصت على ما يسمى بجبر الخواطر أستاذ أحمد، وجبر الخواطر يعني التعويض، يعني التعويض المادي والتعويض المعنوي. تعوض من اللي يعوض؟ الدولة التي هو فيها تعوض معنويا ماديا، وأيضا لا يعتد بالموافقة. شوف أستاذ أحمد، هذه نقطة مهمة جدا بهذا القانون، سواء كان قانون التبرع غير الصحيح للبيع بالنسبة للقانون رقم 11 أو الاتجار بالبشر، إذا وافق على التبرع بالفلوس بفلوس أو مقابل، أو اتجار بالبشر مقابل مال، هو مرفوض بهذا القانون، لا يعتد، يقول لك النص لا يعتد بالموافقات بهذا القانون. لهذا إذا تحدث حضرتك عن العقوبات اللي تطال الدول التي لا تنفذ، طبعا تعاقب أستاذ أحمد، نفس الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، اتفاقيات دولية. المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، كل اتفاقية دولية تودع نسخة منها بالأمم المتحدة والدول الموقع عليها، كل الاتفاقيات الدولية. في حالة عدم تنفيذ الدولة اللي هي عضو في الأمم المتحدة، عندها مقعد في الأمم المتحدة، تساءل قانونا من قبل المتحدة في حالة خرق الاتفاقية، لأنه أنت بما أنه صادقت عليها فأنت ملزم بها وملزم بترجمتها إلى قانون، وعندك قانون ذا الطبق. أنا برأيي هذين القانونين أستاذ أحمد يحتاجن إلى مراجعات، كما قانون المخدرات اللي أخذته قبل قليل يحتاج إلى مراجعات، هاتين القانونين أيضا يحتاجن إلى يعني معالجات وتوسع وتجديد، اقتضاب أستاذ أحمد مقتضبة هذه القوانين، يعني يحتاج تهاجمنا المستشفيات الأهلية أستاذ أحمد. هذا ما أريد أنا أوصل له دكتور علي، يعني إذا ما اعتمدنا على الوعي أستاذ محمد السلامي وقلة الوعي والمستوى المتدني، المعيش المتدني، هي مو فقط هاي الأسباب، يعني نتحدث عن استخراج هاي الأعضاء من جسد إنسان ونقلها وزرعها في جسد آخر، العملية تحتاج لجهات طبية ساندة لهذه العصابات، شلون يتم تأمين هاي العناصر الطبية؟ تعاون طبي خفي أم أنها تجري في مؤسسات طبية رسمية بطرق الإيهام والاحتيال من خلال أوراق مزورة؟ شلون يكون هذا الوضع؟ نعم، من المؤكد أن الوضع العام خصوصا بعد 2003 تحول البلد من أن تكون الدولة هي الراعية للصحة للتعليم للصناعة وغيرها، نجد بأنه هنالك تحول، وهذا التحول نستطيع أن نقول أنه بطيء ولكن صادم للمجتمع، وهو أن تكون يعني حالة السوق هي التي تسود في البلد، فنجد أن الصحة يعني الجهاز الصحي، العوائل التي لا تستطيع أن تجعل من نفسها تعالج بشكل اعتيادي تذهب إلى المؤسسات الأهلية، الشاب يذهب إلى المؤسسات الأهلية، هذا. والوضع الاقتصادي سيء كما قلنا، لا توجد تنمية اقتصادية، كذلك لا توجد صناعات كما كانت في الثمانينات على سبيل المثال، وأدى إلى أن تكون الحاجة هي الأساس في كثير من المشاكل بما فيها الصحية. يعني عندما عرفنا بأن هنالك أحد الأشخاص أخذ من أجل علاج، وإذا كليته إحدى كليتيه قد نزعت أو شيء آخر، هنالك رعاية الدولة للجانب الصحي تم فقدانه. فالدولة عندما تكون لديها مؤسسات صحية جيدة ورعاية جيدة، إذن هنالك اطمئنان من قبل المجتمع لهذه المؤسسات. ولكن أصبحت التجارة حتى في جانب التعليم، المدارس الأهلية والمستشفيات وغير ذلك، فإذن إمكانية تخدير وبلا رقابة، يعني وزارة الصحة لم تعمل الرقابة على هذه المستشفيات بشكل جيد، فلذلك يستثمرون هذا الضعف في
الرقابة الصحية على المستشفيات، على القطاع الصحي بشكل عام. نعم. فلذلك يمكن أن تستغل بأشكال يعني تحت التخدير، ولا يعرف هذا المريض ماذا يعمل له. فلذلك نجد أن هناك الكثير من الشكاوى أنه تم فقدان جزء من جسمه بدون أن يعرف، بدون أن يوقع إلى آخره. ضمن الفقرات اللي أشارها الدكتور علي بأنه ثغرات في القانون يجب أن تعالج، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد السلامي رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، ضيفا كريما وأثريت الحوار. الدكتور علي التميمي الخبير القانوني ضيفا كريما في الاستوديو، شكرا جزيلا لهذه المداخلات القانونية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.